Thank you.
معانا مش وانا قريب المحلات كلها انكسرت بس انكسرت شلون؟ عفوا هاي فيها اي اي نازل نازل انت شوف تداولك الباقي قوات الامن تقوم بخلع المحال التجارية لان هناك اضراب من اجل مدينة ابن الوليد وعزاء على حي الخالدية الذي سقط به البارحة اكثر من 350 شهيدا. نحن نودي التعازي الى اهالينا في حمص. طبعا لا تزال هناك محلات مغلقة ترفض فتح ابوابها رغم تكسير الامن للمحلات التجارية. 4/2/2012 قوات الامن تقوم بخلع المحال التجارية في محافظة درعا. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم.